ليلى، باش نتعرف على قصة نجاح شاب تونسي بدأ من الصفر، كون مشروع بشوي بشوي، المشروع هذا قاعد يكبر، حوز في برشا بلايس وفي باب الخضرة. قصة المشروع هذا بدأت من خلال رحلة طموح. صفقونا على حبيب البي. مرحبا بك. مرحبا بك. سلام. قلنا نبدأ معك طول في الرحلة هذه، احكيوا على الكسكروت نتاعك. يقولوا انه كسكروت ما صارش. الناس بتصف عليك، تجيك من البلايس الكل، حاجتهم بالكسكروت نتاع حبيب البي اللي سماوه كسكروت البي. كسكروت البي اي. باش شنو قصته الكسكروت هذا؟ باش نخليك تذوق ومن بعد تحكم انت. علاش سميته البي؟ حبيتها تكون حاجه يعني تونسيه 100%، ما حبيتش يعني يكون فيها تقليد حتى حد. دي تشوف هذه هذاك الكونسيبت نتاع ستريت فود، انك تختار حاجه تتميز يعني فيها. نتصور برشا يضحكوا كي تقول لهم باش نعمل كسكروت نسميه كسكروت البي. انت تو ذكرتني بقصه ضحك على الاخر. اه؟ وباش نقدم له تحيه صاحبنا هذا. هو قال لي اول ما سميناه يعني البي، قال لي شنو يا اخي تبيع في المقروض انت؟ حسب البي كان مقروض وحلو. اي. المكونات الاساسيه نتاع الكسكروت نتاعك شنو هي بالضبط؟ حاجات بسيطه مبدئيا يعني كيما تشوف، اسكالوب، فلفل، بصل، طماطم، ثوم، فحات، حاجات معروفه يعني. ومن بعد تبدا، من بعد كيما نقولوا سبيسيال اللي فيه يبدا من بعد. كيفاش نحطوا يعني موزاريلا العربي، خاصه صوص بي، صوص الخضره اللي هبل تونسي هذه. بربي الصوص خليني نذوق الصوص هذايا اللي يقولوا شطر البنه في الصوص. انا نقول البنه كلها في الصوص. قداش من مكون في الصوص هذايا؟ فيها 10. طلع معنا 5 راك رابح. بسم الله. تفضل. فيها مطعم تاع كريمه؟ فيها مطعم كريمه، كريم فريش حاجة. حدد. لا، حليب. فيها حليب؟ فيها حليب. فيها عنده حليب. 1/10 وصل. باش حاجه خضراء فيها، وفيها مطعم الفستق. ممتاز. 2/10 وصل. فيها افوكا؟ لا، الخضوريه هذيك دي تقرب. افوكا؟ احبال خضراء؟ لا. معدنوس مرحي؟ لا. سبناخ؟ لا. غلة خضراء هذي. غلة خضراء. غلة خضراء. غلة خضراء. كيوي. 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 صحيح. 3/10. وصل. مازالوا الجزء تربح معنا. فيها تابل؟ لا لا، الفحات ما نحكيوش عليهم. ما حاجات ما يتحسبوش. فيها بصل؟ لا عادي. مرحي؟ لا عادي هذي. فما غلة أخرى فيها؟ قارص؟ لا. أنا راني مش نقول لك حتى شيء. أما أنت كان طلعت شنو اللي فيها نقول لك صحيح ولا غلط. لو وصلت 3/10. 3/10، مازلت بعيد. وقلنا كونه كي طلع 5/10 راك رابح. من عشرة، حق من عشرة. ديجا 3 نسمى مشيت معاك. نسمى باهي برشا، فما شكون ما طلعهمش 3. والتحية فما شكون يعني كليون طلعت 8/10. أعطيني زوز أخرين، مكونات أخرين أنا ما طلعتهمش، باش الناس تعرف معناتها قداش فيها، قداش فيها تعب. باه، قلنا فستق، قلنا كيوي، كيوي، قلنا حليب، فيها زبدة. زبدة؟ هاي هذوما 4. لا إله إلا الله. فيها صوص بيشاميل. ونقف معك غاديك. باه. هي اختراعك؟ إيه، الحمد لله. شو انت قعدت تخلط في حاجات؟ اي جرب، اي بتجرب لين خرجت حاجه كيما هكايا. وزاده مش وحدي وحدي يعني، بطبيعه الحال فما عبيد يعني اهل اختصاص كذا، كل حد خذيت منه حاجه. انت قاري الشيء اللي تعمل فيه ولا ليه؟ لا، اما عندي مخير من القرايه. اللي هي؟ اللي هو الغرام. مغروم بالكوجينه؟ نوعا ما. كي نقول لك مغروم تقول لي نوعا ما، معناتها ما نفهمش. هل انت معناتها طيب وحدك ملي انت صغير في العائله؟ فما شكون عندكم طباخ؟ انا نقول لك كي وليت نخدم فيها تغرمت بها، هذه تغرمت بها وحابين نقدم فيها. فتقدمي هذا خرجتك في حاجه كيما هكا، في انك يعني تعمل حاجه يونيك، حاجه نتاعك انت، حاجه ما فماش منها. الكسكروت هذايا اللي احنا نسميوه اليوم كسكروت البي، اي ما تعملو كان انت. اي
ما فماش في تونس الكل من شمالها الى جنوبها. انا مريتش. علاش نقول تونس؟ في العالم الكل ما فماش. احنا نبداو كيما هكايا مثلا الاسكالوب كذا، هذا يسمى ستيل مكسيكان. اي انك تحط الاسكالوب مع الخضره كله جريت تسطروا في بعضه، هذا عالم كامل يعمل فيها حاجه ماشي من عندي انا. لكن من بعد الاضافات يعني باش تشوفهم معايا من بعد، هذيك ما فما حد يعمل فيهم لحد الان. يعني هذي اسمه اسكالوب، اما قريب شي يولي باي شويه اخر. خليكم معايا. كان نحسب هكايا يتكلف بالقديزة. يتكلف معناتها خاصة الصوص هذيك شنو اللي فيها؟ كان باش نقارنوه بالسوم اللي قاعد نبيع فيه. فما برشا عبيد يقولوا كيفاش قاعد تبيع، يشكوا يعني، يشكوا في المكونات اللي انا قاعد نحط فيهم غاديك. الكاسكروت نتاعك يتباع تقريبا بستة دينارات. اي. ويتكلف تقريبا نقول انا قريب الخمسة. معناتها هامش الربح نتاعك صغير بالمقارنة. نخدموا على الكمية، خاطر ما شاء الله يعني الكمية اللي قاعدة تجينا ربي يبارك. هذه أنا نشوف الناس عليك بالصف. الحمد لله. في النهار الواحد قداش تخرج من كاسكروت؟ جماعة باب الخضر يعرفوها المعلومة هذه. سيد تو كلنا ولينا في باب الخضر. احنا في باب الخضر راهو تو. أمون. أمون لازمني نجاوبك. قداش نخرج من الساندويتش هادي؟ الحقيقة مانيش حاسب، على خاطر طلب ديما موجود يعني بتاع الساندويتش. شنيا اللي وقفنا على الخدمه اللي هو الوقت. الوقت كي يقرب الاذان ما نجموش نوصلوا نخدموا، يعني كي باش نجيو يعني يقرب الاذان يقعدوا فما عباد راهو برشا يستناو، لكن نستسمحوا منهم ما عادش نجموا نعديو قريب الاذان على خاطر. نحن نحكيو بالنسبه لرمضان يعني بالطبيعه. نحكيو في رمضان، وفي رمضان بالصف عليك من السهره من العشره نتاع الليل تبدا الناس شده الصف حتى تكشي للاذان نتاع انه سيدي. والله بفضل ربي نقول لك مش من العشره يعني، وتحيه ليهم بالحق ومحلاهم، وانا راني ما نرضاش انه عبد يقعد يستنى فيا يعني وكذا، لكن بالحق محلاهم على الاخر وعزيتهم على الاخر كيفاش. الحمد لله يعني كملوا صليه واحنا هادي تراويح توفى كيكه مع العشره. مع العشره كي نمشي مش العبيد تبدا تشد في الصف، لا لا يبدا فما صف طويل وعريض يعني نلقاها مع العشره يستنى. عبيد تلقاهم من 8:30 من 9. اما احنا هذاك هو نظام راهو باش نجموا نوفروا للناس الكل، والناس كلها تخرج فرحانه وراضيه. قداش من كاسكروت؟ رجعنا. ما نجمش نحدد بالضبط هذي. 400 حسب الوقت هذاك تنجم تقول. 400 ولا حتى اكثر. اقل شيء يعني 400 تقريبا. وحدك تشرف على كل شيء؟ عندي ما انا يعني من غير الكيب نتاعي هادي ما نعمل حتى شيء. يد واحده ما تصفقش. ونوجه تحيه اول حاجه لشريكي وصاحبي هادي. قدر ربي هو ما نجمش يجي اليوم. وبقيت لي كيف يعني خليل وسيف وحلمي. الناس يستمتعوا بشوز هذا كيف كيف. هذاك كيما نقول لك الباز نتاع ستريت فود. الكونسيبت نتاعو هكاك راهو العلاقه مع الحريف هادي ماهيش مجرد انه خذ ساندويتش تفضل خلصني مرحبا بيك، لا 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 لا. فما عبيد هادي راهو تجي تقعد ثلاثة سوايع واربع سوايع بالنمر نتاعو ويستنى. فما حتى شكون اللي نقولوا له راهو كومبلي ما يقصش ويقعد يسهر بحذانا. علاش؟ على كالجو والانيماسيون اللي قاعده تصير. وقتاش تعمل لنا شو؟ انت باش تعمله لنا شو اليوم؟ انا يلزمني نتعلم. علمني نعم. احنا في كل هذا نسميوها رمي. اي في كل رمي احنا عندنا باي. اي نختاروا من الحاضرين شكون نسميوه باي، نقولوا له انت باي الرميه هذي، انت باش تكون معنا الباي نتاع الرميه هذي. باي قبل فوحتوا الاسكالوبا؟ اكيد. باش فوحتوا؟ فلفل اكحل كليلو زعتر وملح. هاو هو من المفروض يكون فما فيح سبيسيال زاد نستعمل فيه، ما جبتوش معايا. هذاك سر المهنه زاد. تدخل تعاوني شويه؟ باي. اول حاجه نلبسوا لي جون هذي. تفضل. قولوا احنا انت تو باش تعمل ضربه نتاع باي. نوريك كيفاش وتعاودها. ريحه بنينه. ملاوين. صح عليك. تفضل. باهي. شوفوا معايا. نلموا الاسكالوب هكايا مع بعضه. اي. صبعك كيدا كيما نقولوا احنا ينزل هكا. هذايا تشد هذايا تضرب. تشد تضرب. بعد بها الفايده. يا جماعة عندكم باي جديد نمشي نروح. أنا يا ولدي إجا بحذايا.
أعطيني كمل أنا أخوي قدم الحسة وكهو واي يدي صح. اسمع سيب عليك سيب عليك، أنت تعرف كم ذوقي ذاك مش صحيح اللي نعمل فيه جملة زيت. شنو هبالكم بالكاسكروتات؟ يقول لي باش نخليك تعمل فازة أخرى ما خير برش وأسهل برش. باه الاسكالوب بتاعنا طاب. أي. هلو. حطوا كريم فريش. بسم الله. وش هي الحكمة من الكريم فريش مع الاسكالوب؟ خرج لنا سوس بلونش مع المكونات باش يزيدوا نحطوهم. ماذا بينا نحطوا برشا جبن وبرشا سلع. ليه مش هكاكا ليه 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 هكا متاع عنا زعما رانا برشا جبن برشا جبن طبعا لي مش هكاكا ليه اهو سدها ليه زيدوها شويه بركه يزاها باللي باش ما يغطيش الجبن المطعم به نمسح ودينا وصلنا للحظة اللي بها فايدة يا هادي. باه توا حطينا الموتزاريلا والجبن اللي هي لا 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 اللي هي صوص الباي توا باش نحطو. توا صوص الباي. باه شوف ابعد شوية راني ساعات ما نعرفش نقمر يا هادي. باه. راح باش تقمر كيف يا راك لازمك. وأنا مكتبي كوستيم واحد معناتها. بسم الله. راح لحظة 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 لحظة. برا. اش كسرت هالشيك شو اش قاعد يعمل بسم الله شفتها كيف ليه عاد شو تعمل يا هادي لحظة عاد تسويق على هادي يعطيك الساعة شرفنا بحضورك اليوم يخليك عايش بيه بيه وطبعا مش خلطها نجم نعمل كاسكروت باي وحدي في الدار انا طبعا اكيد اما تقعد حاجة انا اغسل لي هاي اللي هي الصوص هذي مانيش مش عارفها كيفاش بسم الله شم في الريحة يا هادي شكون جيعان فما حد فما حد هذا كله لينا وياك يا اسمعني اول ما بديت تعمل في الخلطة هذي كل مرة تزيد حاجة كل مرة تزيد حاجة اي بديت ملول بمكسيكان مكسيكان نحطوا فيها عظمة موزاريلا عربي سلايس اي بعد يعني لازمك راهو في الخدمه هذه ديما تجدد هذه ديما بدا يبدا عندك ديما عندك جديد تنافس روحك باش ما تخليش شكون يغلبك فلازم حاجه جديده كل مره نجرب حاجه كل مره نزيد حاجه لين وصلنا الحمد لله للنتيجه هذه معاونك اكيد اش قاعد تعمل كيفاش الجرير نفرشوه على باه لحظه بركه شو 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 لحظة عاد لحظة مزروب هادي حبيك شو 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 بسم الله باش نصلح اسيستون باهي وشيف باهي انت شيف بيدو بعد اللي ريتو قبيلك لا حيلت معايا قبيله ما فهمتش الدبوسه شنو اللي فيها تمشي معايا انا بركه أما يتكلف أكيد يتكلف يتكلف أما حاجة بنينة كملنا حاطينها الكريير نزيدو ساس فرماز باه نعطيوها شوية كليل الفوق زعتر سامحني بسم الله هكا نحطو كليل ولا ليه؟ لا زعتر بركة
احنا رانا ما نعملوش هكا سامحني، ما نعملوش هكا، احنا نعملو هكا. هكا تكون وصفتنا حاضرة ونبدأ نخرجو. تعاوني ولا كيفاش؟ باش نعاونك باش نوصل الكسكروتات نعمل الهريسة. لا 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 اي مسيرج حط شوية هريسة باهي ايزي هلا. نحبوا الحار احنا نحبوا الحار. هو مع هذا ما يجيش حار. اه كريم هذايا ما تحبش الحرورة. باهي شو نحط زويزة خفيفة كاهو يزه. باهي بسم الله. اوكي ساندويتش يكون حاضر. تفضل بسم الله. لاباس جيت ثمانية. اها والله نعرف نطيب. والله انا طياره والله والله نعرف نطيب. بنين والله برافو عليك. هو الحمد لله. هو برافو نايس يا اها الى العمل. لا نخرج شوي برا زلبري شوي يا عبد. استنى فيس فيس باي عارف يا جري هنا برا 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 برا. هاي فيتيس هذه فيتيس. لا عاد ما تتقويش عليا وحده في ساعات في ساعات. استنى راه مش معقول. انا نهاري بقديش؟ انت نهارك؟ اي سيب عليك هذه جمله اخويا. لا نهاري لا نهارك سامحني. خلينا هذا الساندويتش بتاعي تو بعد نجي نهزه. تفهمنا في واحد مزوز هذا. لا باش نفرق. باش نعطي. لازمني منها توا نبدا صعب رفيق الدرب. يا غيب التحفه. بسم الله. انا جايكم. يعني العبيد تجيب نمرها وتستنى وما تاخوش وانتم يعني صح عليكم. يا جماعة خاطيني راه. فوالا. بسم الله. هاي تفضل هاي. صح عليك. صحة وبشفاء. به توا قصة الكسكروت ولينا نعرفوها. أما قصة حبيب نتعرف عليها بعد الفاصل. كرهبة تمشي كرهبة تجي. عنا زوز كرهب للربح اسوزي دي ماكس وعنا الكيا ريو. زوز كرهب ينجم يكونوا من نصيبك. سهل برشا. خذ تليفونك ابعث حرف A على الرقم 85810 A على الرقم 85810 بإس إم إس واحد تنجم تربح زوز كرهب. حظ سعيد للجميع.